السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول حاجة نصلي ونصلي نبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عشان نبدأ الكلام من مكتب بارتيمان. النهاردة جايبين لكم الشغل الترندات. أنتوا عارفين إن إحنا بالنسبة لنا هنا ما بننزلش غير الترندات بس، الشغل يبص اللي هو الفاشن قوي. النهاردة جايبين لكم الموديل الجديد، الناس اللي كانت بتسألنا عليه. الموديل ده نزل النهاردة، شغل المستورد الوتر بروف البوم زي ما أنتم شايفين. خش كده على التفاصيل، خش كده على الموديل، وريتهم الموديل، وريتهم الخامة، اطلع بقى ورا وريهم بقى التفاصيل. بص بقى الحته ده الله المستعان، زي ما انتم شايفين الجيب، زي ما انتم شايفين اهو حاجه محترمه قوي، في شغل كبير. تعالى بص بقى في الجنب الشغل ده، اصلا قالوا لي ايه؟ قالوا لي صوره، قلت لهم لا مش هينفع اصور، ده لازم يتعمل عليه فيديو. عارفين ان هو بيفتح من الجنبين. الموديل الجديد زي ما انتم شايفين اهو، حاجه الله المستعان. بص حاجه بوم البوم. تمام كده، تعالى بقى في الجنب الشغل الجديد، الشغل ده الله المستعان، حاجه كده حاجه سبيشال نازله كده في مكتب بارتيمان. عشان عايشين خلف عليك بدل جسر سويس فوق بيتزا البركه. الحته دي الله اكبر، زي ما انتم شايفين عظمه العظمه. تمام كده، بص بقى لما فتحنا السويس، بص الحته عامله ازاي. الحته دي لو غاليه عليك ما تجيش، الحته دي لو غاليه عليك ما تجيش، الحته دي بتاعت الله المستعان. لو انت ليك في الشعبي هو الحته دي مش بتاعتك، الحته دي الله المستعان حته بوم البوم. احنا هنقول كام؟ احنا مش هنقول زي المحلات 700 و800، الحته دي تطلع في المحل مش اقل من 800 جنيه. احنا عندنا حصري في مكتب بارتيمان ب 450 جنيه، شارع 20 خلف عليك بدل جسر السويس فوق بيتزا البركه. انا ما كنتش اقول سعرها، بس انا اقول لكم سعرها عشان برضه الله المستعان تبقى انتوا ايه شايفين الحته. الله اكبر ما شاء الله، عظمه عظمه عظمه. بص 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 لما تفتح السويسه، بص الحته، شايف الحته عامله ازاي. بص 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 الالبان، مش عاجباك مش عاجباك فتحه السويسه، تقفل السويسه زي ما انتم شايفين اهو. بص السويسه 8 مللي ما شاء الله، شغل المستورد مستورد برضه. بص حته الله اكبر اهي، شغل الترندات. تمام كده، بص 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 الحته عامله ازاي، بص الحته عامله ازاي، الله اكبر ما شاء الله. ده المستعان. هنقول كام؟ هنقول 450 في مكتب بارتيمان شارع 20 خط حديد بدل جسر السويس. الحته دي تلبسها عظمه، اكبر مقاس ما شاء الله يلبس. يعني ايه؟ عندك اكبر مقاس يلبس مثلا الاجسام، يعني ما شاء الله لغايه يعني ايه التلبيس بتاعه ده بالاكس، يعني ما شاء الله. بص الحته عامله ازاي، حته كبيره جدا ما شاء الله. تمام كده، ده اول موديل. الموديل الثاني وصل 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 التريكو الجامد وصل. تمام كده، الشغل زي ما انتم شايفين الله اكبر ما شاء الله. الشغل ده تقيل شويه، عامل 120 جنيه في مكتب بارتيمان شارع 20 خلف حديقه بدر جسر السويس فوق بيتزا البركه. الشغل الجديد اهو، عامل كام؟ عامل 120 جنيه خامات، ولا ينفع توبر ولا تنسل ولا يحصل فيها اي وبر خالص، الله المستعان. الكلام ده في مكتب بارتيمان شارع 20 خلف حديقه بدر جسر السويس فوق بيتزا البركه. تمام كده، الحته دي عامله كام؟ عامله 120 جنيه في مكتب بارتيمان شارع 20 خلف حديقه بدر جسر السويس فوق ايه؟ وبيتزا البركه. رقم تليفوني 0109 6161102. الناس اللي كانت عاوزه الموديل الاسباني اللي خلص اللي هو الاسود، اطلع كده وريهم الموديلات. الاسباني رجع تاني الاسود اهو، الناس اللي سالتني النهارده وكان خلص الاسباني اهو، رجع تاني اهو زي ما انتم شايفين. ادي اهو الازرق، وادي الابيض، وادي الاسود اهو في ايدي. تمام كده، الله المستعان اهو، حته الله اكبر زي ما انتم شايفين. تمام كده، الشغل ده عامل كام؟ عامل 350 جنيه في مكتب بارتيمان شارع 20 خلف حديقه بدر جسر السويس. اطلع كده وري له الملون. عنواننا شارع 20 خلف حديقه بدر جسر السويس فوق بيتزا البركه. رقم تليفوني 0109 6161102. الهودي، الهودي الساده، الناس اللي كانت بتسالني عن الهودي الساده وصل اهو في المكتب ما شاء الله، زي ما انتم شايفين اهو، حته الله اكبر محترمه. تلبيس تمام، خامه ميلتون، ما ينفعش ولا توبر ولا تنسل. السويت شيرت ده عامل كام؟ عامل 150 جنيه في مكتب بارتيمان شارع 20 خلف حديقه بدر جسر السويس. ده الموديل الثاني. خش كده على الموديل المستورد اللي هي الحلويات اهو. ده انتوا عارفين الشغل المستورد والله المستعان، انتوا عارفين الحته الله اكبر ما شاء الله. الشغل المستورد اهو، شغل قطن. تمام كده، الحته الله اكبر تقيله. الحته دي عامله 295 جنيه في مكتب بارتيمان شارع 20 خط عليك بدل جسر السويس. الحته دي اصلا شغل مستورد. تمام كده، شغل المستورد ده برضه شغل المستورد، الناس اللي كانت برضه بتدور عليه اهو. بص الحته عامله ازاي، بص المستورد، بص الشموع، الخامه دي شموع على فكره. انا بس اتقل عليا كده عشان اوريهم برضه. تعالى هنا، تعالى هنا باينه اهي. بص الحته، بص الفينش، بص بص انزل كده على الفينش بتاعه. تمام كده اهو،
بكام ده؟ ب 295 جنيه في مكتب بارتيمان. بص الحته عامله ازاي، بص الخامه، بص النظافه، 295 جنيه تمام كده. بص بص الحته دي، طب بص من جوه كده، شوف الحته دي من جوه عامله ازاي، بكام؟ ب 295 جنيه في مكتب بارتيمان شارع ال20 خلف حديقه بتاعنا كده بظهر ده. الحته دي بشواتي، بص تطريز ورا وقدام، بص على الكم حته، الله اكبر. بص اللون التالت اهو تمام كده، وعندك الزيت اهو، وعندك الوان ما شاء الله. عندنا تشكيل، بص يعني زي ما انت عاوز، الله المستعان. الكلام ده فين؟ في شارع 20 خلف حديقه بدر قيس السويس، فوق بيتزا البركه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.